مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله راح نكمل سلسله محاضرات لكراون اند بريدج. اليوم وصلنا للليكتشر الثامن من البوست كراون اللي هو اليوم موضوعنا. فكرته كلش حلوه، هو هذا الليكتشر كلش حلو وحبيته اكثر لانه اشتغلته هذه السنه قبل كم شهر، يعني بعيادات المرحله الخامسه، فشغله كلش حلو. راح نستخدمه يعني في حال اذا كان التوث اندو، ويعني كان شلون نقول indicated for crown، فنحتاج فد دعم لهذا الكراون اللي راح نحطه، فلذلك احتاجين نحط البوست. فكرته كلش حلوة وشغلة بعد أحلى، فإن شاء الله توصلكم الفكرة مثل ما أنا فاهمته. هاي فكرته مثل ما نشوف بهذه الصورة، إنه إحنا التوث عندنا إندو، أوكي، نعرف التوث الإندو بالعادة يكون badly carious، نحتاج فد شي قوي ويقوي الشيء اللي راح نغلفه بيه، فلينج معينة، كراون. فهذه فكرته، راح نحط الجتبيركة، نبقي في الجزء من عدة تقريبا 3 إلى 5 ملم من منطقة الأبيكال ثيرد، أوكي، والباقي راح نشيله من الجتبيركة، نخليه مكان البوست مثل ما تشوفون بالصورة، ونخليه ويا الكور، أوكي، بعدين الكراون. هاي الفكرة كلها اللي راح نحكي عنها اليوم. راح نسولف على شنو انواع البوست، شنو الكومبوننت مالته، خصائصه. فالليكتشر كلش سهل، يعني خلينا نبلش بالتعريف. اول شيء شنو تعريف البوست كراون؟ اوكي، يعني راح اعرف هاي الثلاث اجزاء، هو فيكس ارتفيشال كاست، ريستوريشن which replace the coronal portion of the natural tooth completely. إذن راح أعوض التوث من الداخل بالكامل، أوكي. فالتوث هذا retain itself by means of the post اللي هو سحول الداول that extend and cemented to the root canal space. يعني هذا البوست راح نسوي له cementation بمادة معينة، أوكي، واللزقة منطقة الروت كانال سبيس للتوث اللي مسوي له عنده. هاي الفكرة بكل بساطة. شنو هو الفاكشن مالته؟ اوكي، هو الفاكشن الاولى مبين الريتينشن، بس هذا الريتينشن يكون داخل القناة، لذلك احنا نصح له intracanal retentive mean of the coronal restoration، فهو يعطيني retention للكراون، الكراون اللي هو نفس الكورونال restoration. زين، يزيد الريزيستنس against horizontal fracture مثل ما نشوف بالصورة. طلاب، بقينا 3 إلى 5 ملم من الجاتابيركة حتى نسوي سيل المنطقة الأبيكال أريا، وراها حطينا البوست وحطينا الكور أو الكور، وحطينا آخر شيء الكراون اللي هو الكورونال ريستوريشن. زين، شنو الانديكيشن مالته؟ قلنا التوث لازم يكون اندو. وهذا التوث الاندو، التوث او remaining tooth structure غير مناسب unsuitable for the any other mean of the restoration. ثاني شيء احتاج احط الكور، فلذلك احتاج احط البوست. الانتراكورونر retention is only mean of the retention، لذلك احتاج احط البوست. realignment of the malpose tooth، احتاج احط البوست. بحالة البريدج ريتينر، بحالة التوث with the short clinical crown، هاي كليتها الحالات محتاجة ريتينشن، وهذا الريتينشن أحصله فقط من البوست. زين، شوكت الموانع الكونترا انديكيشن في حال إذا كان عنده غير ناجح، فما راح أحتاج أحط بوست، ماكو داعي. بحالة انه التوث ستركتشر عندي كافي، زين اوكي، بعد انا لعد شنو فائدة البوست؟ ما راح احتاجه. الروت لينث مو كافي، انه قليل، انه التوث قصير، فبحالة الروت لينث يكون حيل قصير ما استفاد. ليش؟ لانه احنا قلنا منطقة الروت جزء من عنده راح نحط الجتبيركة، وجزء الباقي راح نحط البوست، فلذلك ما حيكفي. الكاريز on the root همينه ما حتفيدني يعني، فهذه الكونترا انديكيشن.
عوامل أو أشياء لازم أحطها بنظر الاعتبار من قبل ما نبلش نحط البوست كراون. أول شيء لازم أشوف الكواليتي مال روت فيلينج، يعني أقصد الكواليتي مال الجتبيركة لازم تكون مالية الروت واصلة للفول وركينج ليف، أوكي، ومسوية سيل المنطقة الأبيكال ثيرد، أوكي، حتى ما يصير فد ليكج معين والفلن كلها تخرب. لازم التوث أو سوري الروت لازم عنده بروبر ألايمنت، يعني ما بيه هواي كيرفات، لأنه إذا كان أكو خلل بالروت شلون نقول يعني علاقة بالتوث اللي بصفه، فهذا راح يسوي في الديفيكولتي بوضع البوست. الروت should be without internal or external resorption، يعني ما متآكل الروت، أوكي. لازم نشيك البريودونشيوم، أوكي، والتوث لازم يكون ما بي موبيليتي، لأنه إذا التوث يتحرك فخلص شنو الفائدة لكل هذا التعب كليته. لازم نشيك الإكلوزال ريليشن should be evaluated. هسه راح نجي على الكومبوننت، الكومبوننت مال البوست كراون. شلون ما ذكرنا قبل شوية، عندي ثلاث كومبوننت، ثلاث مكونات، البوست والكور والكراون. شنو أقصد بالبوست؟ هو part of the restoration، يمتد وين؟ بالروت كانال، ينطي support المن للكورونال restoration أو الكراون. بالنسبة للكور هو كورونال يعني يمتد من البوست لحد الكورونال اريا، او هو فد اضافة للدابل بوست ضرورية حتى احصل على desired retention for the final crown restoration. بينما الكراون هو final restoration that placed over the core، it should be full metal, full veneer or the jacket crown. هذا الحكي اللي حكيناه كله يتلخص بهذه الصورة. طلاب دائما خلي تكون قراءتكم على صور او على فيديوهات، حل راح تختصر لكم بالفكرة والفهم والوقت كليته يعني زين. عندي نوعين من البوست كراون، يا اما 2 يونت لو 1 يونت. بحالة 2 يونت فعندي البوست والكور واحد والكراون واحد، بينما بالوان يونت هو من اسمه وان يونت يعني قطعة واحدة، فهنا ايش راح يكون عندي؟ البوست والكور والكراون كله وان بيس. هاي الحالة استخدمها some cases، ببعض الحالات في حال اذا كان عندي very short clinical crown، يعني توث قصير، يعني معنا روت لينث يكون حيل قليل، لذلك ما حقدر افرق البوست والكور واحد وال الكراون واحد، لذلك راح اجمعهم ثلاثتهم وراح اخليهم، خصوصا بحالات اللور انسايزر، لانه السبب نفسه ما عندي سبيس هذا الشغل كله، فراح اجمعهم حتى يصير عندي ريتينشن واحد، هو هذا الحل الافضل. بحالة التو يونت، التو يونت يعني شنو؟ يعني البوست والكور واحد، اوكي، هذا جزء واحد والكراون واحد، الفاينل ريستوريشن واحد، هذا شو كنت استفاد من عنده؟ بحالة يعني إذا كان ولد شاب جوله 18 سنة راح أحط له 2 يونت، ليش؟ خاف بعدين يريد يغير هذا الكراون، أوكي، بالمستقبل، فما حيأثر على البوست والكور، مجرد يشيل الكراون واحدة ويبدله، هاي الفائدة الأولى. ثاني شيء بحالة التوث مسوي لعنده وريد استخدمه كأبوتمنت، أوكي، فلذلك هم من يسون البوست والكور واحد والكراون واحد، لأنه هو بريدج، أوكي، يعني تخيلوا الفكرة، يعني البريدج لازم يكون يعني سيبريتد عن الكور والبوست. والمارجنال أدابتيشن والفيت مال كراون لازم تكون مستقلة تماما عن الداول او هو عن البوست نفسه، فاذا هاي الفائدة. زين،
راح نجي نصنف البوست نوعين عند الطلاب، يا أما جاهز يا أما نصنعه إحنا. الجاهز يصحوا لي prefabricate or ready made dowel post. هذا الفائدة مالته إنه بسيط، أوكي، ما يحتاج ناخذ طبعة، لأنه هسه راح نشوف بالنوع الثاني لازم ناخذ طبعة للمنطقة مال الروت كانال حتى نصمم على أساس البوست، يعني سالفة طويلة. زين، فهنا لا يكون جاهز مثل ما دا تشوفون أنواعه، يا أما عندنا ستينلس ستيل يا أما عندنا فايبر أو يسهل الكربون فايبر أو الفايبرو جلاس، ذني كل هالماتيريال اللي تكون موجودة بالبوست. زين، يجي بأشكال مختلفة بديزاينات مختلفة سائزات مختلفة، يا أما يجي يكون يسمونه parallel sides أو يكون شو يسمونه taper. فيعني أوكي راح نحتاجه أو راح نختاره على حسب الدايميشن مال الكنال، راح نحتاج في التعديلات بسيطة حتى يكون فت على الكنال. هذا النوع الثاني الطلاب تشوفونه يصحوا لي الكاستومايز كاست بوست، من اسمه كاستومايز يعني انه اني دا اصممه خصيصا لهاي القناة. شوفوا راح ناخذ طبعة اوكي حتى تكون نفس شكل القناة، وبالعادة هذا يكون متل. فيقول راح نحتاج النيجاتيف ريبرودكشن، اي اقصد هو انه راح اخذ له طبعة للبريبير كانال لانه حتى يكون نفس شكل القناة. زين، وراح نكون من يسمونه المتال الوي. الفائدة الوحيدة ما تقلنا شنو، انه حتى يقعد كلوزلي او فت لنفس الشكل مال كانال، لا يعني بدون اي تعديل. راح استخدمه بالشي يسمونه الافويد كانال، وممنوع استخدمه بالنارو كانال او سيفيرلي كيرف كانال لانه راح يصير شلون الاندر كات خاف يصير فراكتشر، فلازم ما استخدمه بهذين الكانالات لا النارو ولا الكيرف كانال. وهذا هو شكله. شلون راح نجي نرتب او راح نحضر التوث؟ بالنسبة للكورونال بورشن، أول شيء راح نجي نشيل الريستوريشن، نشيل الكاريز، شكو شيء unsupported enamel، أوكي، نبقي تقريبا 2-5 مليم سوبرا جنجيفال من التوث ستركتشر. ثاني شيء التوث اللي باقي، أوكي، راح نسوي له preparation شون ما سوينا بالكراونات البقية. فرضا إذا أريد أسوي جاكيت كراون، فراح أسوي الفينيشينج لاين شولدر فينيشينج لاين. نسوي حضرناه وكملنا، اوكي راح نجي هسه نحضر الكنال. الانسترومنت اوف تشويس حتى نوخر الجتبيركه، مثل ما اتفقنا نوخر الجتبيركه ونحط البوست. زين، شلون اوخر الجتبيركه؟ راح استخدم البيزو ريمر. هذا البيزو ريمر انه راح يجيني بعده سايزات ويكون فلات اند، النهاية مالته ما راح تاخذ من التوث، ما حسوي لي بيرفوريشن، ما راح تزرف للروت كانال. فلذلك راح نشيل بالكتبيركة ونحضر القناة حتى نحط البوست. شو اسمه؟ اسمه بيزو ريمر. الادفانتج مال ذس بير، النهاية مالته مثل ما قلنا بلانت نون كاتينج، ما حتقطع لي اي شيء، لذلك راح تكون سيف. ذا فلذلك will follow the path of the least resistance without perforating، ما حتزرف لي الروت، ما حسوي لي perforation. فالشغل راح يكون كالتالي طلاب، اول شيء راح نشيل الجتبيركة بفد هات، انه فد شي يسمونه اداة حارة حتى نموعها، اوكي شلناها بالكوندنسر او شلناها بالبلاجر. راح نحط البيزوري، ما راح نقيسه ويا الراديوغرافيك فيلم ويا الأشعة اللي عندنا. زين، حتى نقيس اللينث مالته وش قد لازم أدخل، لازم أدخل 2-3 of the root length، أوكي هذا هو الطول اللي راح يكون مال الشي يسمونه البوست
فأني هسه دا أحضر الكنو حتى نخلي بيه البوست. فلذلك يقول الطول مال البوست يعادل 2 إلى 3 من روت اللينث كله. زين، فلازم نخلي ببالنا انه نخلي 3 إلى 4 مليم او 3 إلى 5 مليم من الجتبيركة منطقة الابيكال اريا. وخرنا الجتبيركة والبيزوريمر، صار عندنا الروت لينث 2 إلى 3. هاي المنطقة هي نفسها راح نحط بيها البوست، وراح راح نعوف 3 إلى 5 مليم من الجتبيركة منطقة الابيكال اريا. تمام، راح نكمل. راح نحضر الكنال بطريقه تكون بارلل سايد وذ ذا سلايت فليرنج، شويه طالع لي برا، شلون نقول شويه منفرجه لي برا. هذا الشيء نعتبره كريتينشن. زين، خاف عندي شورت تيث، فراح اضيف لها شغلات زي الريتينشن، من ضمنها البن والشي يسمونه البن هول، راح نحطه همينه بموازاة البوست كنال بريبريشن. والدايميتر اوكي مال الكنال لازم نو مور ذان 1/3. شوفوا طلاب، هاي القياسات كلش مهمه. يعني مثلا ايش قد تعوف الجتبيركة، راح نعوف 3 إلى 5 مليم. ايش قد طول البوست، 2 إلى 3 من طول الروت. ايش قد الدايميتر مالت الكنال مالتك، لازم no more than 1/3 مال الروت دايميتر كليته، يعني 1/3 من العرض مال الروت. زين، هاي منطقة السمنتو انامال جاكشن. زين، يسمونه منطقة المدروت، لازم 2 مليم من ال فلازم انه العرض مالته 2 مليم تكون اقل من الدايميتر مال الميد روت اريا. زين، نكمل. فلات اند كاربايد فيشر راح نستخدمه حتى نسوي فد شيء اسمه كيوي او الجروف. هذا همينه راح نسوي منطقه الاورفيس اوف ذا كانال، راح نسوي جروفات بمنطقة تكون حيل بالكي حتى ما نأثر على التو ستراكتشر. زين، it should cut to the depth، يعني هاي الفشار او هي هاي الكيوي ننزلها بقد الدايميتر مال البير او بقد الديبث مال بير. اوكي، فحتى انه شلون نقول، يعني اذا كان البير الدبث مالته او الدايميتر مالته 4 مليم، فراح انزل ب 4 مليم. هو هذا الكيوي اللي راح اسوي. خل اشوفكم صورته، وين الكيوي؟ هذا بالضبط. اوكي، شلون الجروفات راح نسويها، راح انزل بيها بقد العمق مال البير اللي قاعد استخدمه، فتقريبا 4 مليم. اعيد واكرر، هاي الارقام كلش مهمه. زين، شنو ادفانتج مال الكيوي؟ هو جايد اوكي للدبل بوست بريبريشن، نفس الوقت يعتبر ديفايز ل يعني ضد الدوران اللي حيصير، فيعتبر اللي هو الانتي روتيشنال ديفايز باي بريفينتينج ذا بوست فروم روتيشن حتى ما يفتر، ويزيد للريتينشن كالعاده. زين، اكو معلومه كلش مهمه تقول انه اذا كان عندي مالتي روت تيث، فيعني اذا كان التوث بهواي روتات، وين راح احط البوست؟ راح احطه باكبر كنال. يعني في حال اذا كان عندي الابر راح استخدم البليتال كنال، اوكي، بينما باللور 6 راح احط او راح احط البوست بالديستال كنال، اوكي، بينما بقيه التوث راح تكون ككيوي او سوري بقية الكنالات، يعني شغلات كأنه زي الريتينشن فقط. هنا دي يقول شين هي الديفايز اللي تساعد انه البوست ما يتحرك. اول شيء الكيوي الترينجولر شيب فور ذا انسايزر، واللي هو الاليبت
optical shape or the شو اسمه upper canine والبن. وهذين شو يسمونه نفسهم تقريبا هم يزيدن الريتينشن زين. فشغلة راح أضيفها همينة اللي هو نصيح لها كونترا بافل، راح أحطها أو راح نسويها بفلين بير تكون داير ما داير التوث من جهة الإكلوزال، أوكي تساعد الرميني توث ستركتشور بريفينتينج فروم فراكتشور. هذا هو الكونترا بافل، تشوفون الفينيشنج لاين، هذا الكونترا بافل يكون منطقة الإكلوزال وهاي اللي بصفها هو الكيوي زين. العوامل اللي تأثر على الريتينشن مال بوست كراون، العامل الأول قلنا الطول، طول البوست لازم 2 إلى 3 من طول الروت، أوكي ولازم شقد طوله من الأبيكس تقريبا 4 إلى 5 مليم و8 من السمنتو إنامل جاكشن، يعني هو هذا كله نفس طول البوست بس نقيسه من شلون نقول اماكن مختلفه. والدايميتر مالته لازم 1/3 من الدايميتر مال الروت، هاي منطقه السمنتو انامل جاكشن، بينما بالميد روت اريا فيكون تقريبا 2 مليم من الروت دايميتر مال هذه المنطقه زين. والشيب، شيب مال كنال يكون يا اما شكل شو يسمون البارالل سايد، هو هذا يكون المور ريتينتيف. نضيف الاكسسوري مين اللي هو البين الجروف الكيوي، اوكي البوست سيرفيس اللي هو شو يسمونه تكستشر، كل ما يكون رف او يكون خشن فهذا راح شيء راح يكون مور ريتينتيف ذان ذا بوست سموث سيرفيس. الريكويرمنت لازم تكون متوفره وهي هاي اخر شيء. اللينث لازم يكون هواية طويل حتى نقدر نسوي سيل زين او من عرض السيل للخطر. فيقول length of the post should be the greatest length provide that the شو يسمون اللي هو الابيكال سيل not be jeopardized من عرض للخطر. وقدر الامكان نسوي الكونترا بافل بمنطقة الاكلوزال، والدايميتر مال كنال مو اكثر من 1/3 من الدايميتر مالته، هذا همين نفس المعلومه اللي عندناها هسه. ونخلي 1 ملي من الفيرتيكال وول بين الكور مارجن وبين الشولدر، اوكي حتى يكون سبورت وهمين يمنع الروت من الفراكتشر. ونستخدم او نتجنب استخدام البيار بمنطقه الكنال حتى ما نسوي البيرفوريشن. وبس هيك، شكرا.